هذا الفيديو لتمثال الملك الأمازيغي شيشناق الذي تم تنصيبه في مدخل مدينة تيزي وزو الجزائرية بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2971، والتي يتم الاحتفال بها في منطقة شمال إفريقيا بين 11 و12 و13 من يناير من كل عام. أثار التمثال جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في كل من مصر وليبيا والجزائر وتونس حول هوية وأصل هذا الفرعون. فما هي القصة وما علاقة الأمازيغ بالفراعنة؟ بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، شهدت مصر في القرن العاشر قبل الميلاد تحولاً سياسياً أنهى اعتلاء الأسرة 21 لعرش النيل، ما أدى إلى اعتلاء الأسرة 22 القادمة من خارج مصر والتي تنتمي لجذور أسرة شيشناق الأول. وينتسب شيشناق لقبائل المشواش، وهي كلمة مصرية أطلقت على إحدى القبائل الليبية القديمة التي سكنت غرب مصر قبل الميلاد. وبحسب موقع سكاي نيوز، بدأ المشواش مع بداية الأسرة 18 المصرية يتجمعون حول حدود مصر الغربية طلباً للإقامة في دلتا وادي النيل، ما مثل تهديداً لحدود مصر الغربية، فتمت مطاردتهم بل وأسرت مجموعات منهم وانتهى بهم الحال عمالاً وجنوداً في مملكة مصر. ويعتبر شيشناق من الجيل الخامس لتلك الأسر، مما يعني أنه مصري رغم أصوله الأمازيغية، الأمر الذي يجعل تنصيبه على عرش مصر مشروعاً ومقبولاً استحقه عن جدارة بعد عمله على إعادة توحيد البلاد. أما بالنسبة لجنسية الفرعون الأمازيغي شيشناق، فإنه من الصعب تحديده بجغرافيا معينة، إذ أن المنطقة الجغرافية التي قدم منها شيشناق وهي موطن الأمازيغ المعروف بليبيا قديماً كانت حدوده تشمل جميع دول المغرب اليوم،